تفضلي تقبريني يا ميت. اهلا وسهلا. جميلة تعي سلمي على خالتك ام جوزيف. اهلين وسهلين يا خالتي. اهلين اهلين. شلونك جملوك؟ وشلون حبلي؟ الحمد لله تمام. جميلة اعملي فنجان قهوة لخالتك ام جوزيف. قوام على عيني. جملوك مريني. ما تكتري السكر. ايه على راسي. شو ام بشير؟ كأنه الحارة ماله على بعضها. ايه والله يا ام جوزيف، رجال الحارة كلياتهم طلعوا مظاهرة، أما شو مظاهرة كبيرة؟ وأنا كمان سمعت هيك شيء وأنا جاي لعندكم، بس ما عرفت ليش طلعوا بالمظاهرة. الله أعلم. أكيد صاير شيء مهم، لأنه المختار أبو صياح تركني بالبيت مع أم صياح على أساس يخطف رجله مشوار ويرجع بسرعة. ما رجع. شو سرتي أم جوزيف؟ عم فكر بالأوضة اللي كنت قاعدة فيها لما كنت عندكم. ما بتعرفي قديش غالية على قلبي. وانت غالية عليها يا أم جوزيف. بتصدقي بالله لما صرت فوت عليها صرت حس انه حيطانة باردة وما فيها حنية. يلا يلا. هذا بشير. فوت يا أمو بشير، فوت تقبلني. ما حدا غريب، هي خالتك أم جوزيف. كيف خالتي أم جوزيف؟ أهلين. قولي على قامة شبك لك ابني. مين عامل فيك هيك؟ مين فاجأ؟ ما في شي يا مو، ما في شي. شو في بشير؟ لك لا تاكلوا هم صغيرة، الدرك الفرنساوي ضربونا بالبواريد. قولي على قامة شو زغرة؟ إن شاء الله إلهي بيتكسر وديه هون بجاء الحبيب محمد. ورجيني لشو؟ إيه صغيرة؟ روحي جيبي شاشية وشوية بن قوام. أمك الله يصطفل فيهم، الله يوفقهم.